أريد أن أسترجع هذه الحقوق، مثل إسقاط الحضانة. الآن في المحاكم بتروح المرأة مثلا تسقط حضانتها مقابل أنها تتملك نفسها، جميل؟ يعني الرجل يقول أنا بطلقك بس مقابل إيش؟ تسقط الحضانة، فتسقط الحضانة. للمرأة أن ترجع إلى القاضي مرة ثانية وتقول أنا أريد حقي في الحضانة. حق الحضانة للمرأة لا يسقط بالإسقاط، وكذلك كل حق لا يسقط بالإسقاط فإن اشتراطه لاغٍ، يمكن العمل به فقط ما دامت المرأة تقبل بذلك. فإذا أسقطت هذا الحق، فإذا أسقطت هذا الإسقاط فإنه يسقط، يسقط الإسقاط، أما الحق فلا يسقط بالإسقاط. واضح؟ ولا سيما الحقوق المتعلقة بالزواج والأولاد إلى آخره من هذه الأمور. نعم، يعني يصح إن وافقت عمل بذلك. يعني ممكن الآن واحد مثلا متزوج، هو متزوج مرأة وتزوج مرأة عليها، وبعدين زوج ثالثة ورابعة، تمام، بعدين شعر أن إحدى هذه النساء لا تنفعه فقال لها أريد أن أطلقك، فقالت طيب أبقيني وخلاص أنا بسقط حقوقي. طيب ما في مشكلة، أسقطت حقوقها سنة سنتين، بعدين قالت والله أنا ما ينفع هذا الكلام، أريد حقوقي، فهو ملزم إلى أن يعود إلى حقوقها. يعني أسقطت المبيت، قالت خلص ليلتي لفلانة، فالرجل انبسط قال لك أنا يعني مستفيد منها، صار عندها ليلتين بدل ما يكون عندها ليلين، بعدين قالت أنا بطلت بدي أنا ليلتي، عليه أن يعود إليها أو يطلقها. واضح؟ مع أن الموقف من المرأة مش جيد، لكن هذا الواقع. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك.